معلومات في غاية الخطورة كشفها مصرف سوريا لأول مرة تهم قطاع الموظفين والمزارعين. ماذا قال وكيف استقبل خبراء الاقتصاد الأمر؟ وهل ستتأثر رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟ أعلن مصرف سوريا المركزي تفاصيلاً جديدة بشأن السيولة النقدية في الأسواق السورية، وأنه يعمل على إدارة السيولة النقدية عبر التغذية النقدية المتواصلة لقيم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والمواسم الزراعية، بالإضافة القيم المقابلة للقطع الأجنبي. المصرف المركزي قال في بيان رسمي إنه يعمل أيضاً على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية، مع التركيز على تفعيل تلك القنوات بأفضل شكل. ويعتبر المصرف الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية تسببت في بلوغ معدل النمو لقيم التحويلات التي تم تنفيذها من خلال منظومة التحويلات الفورية إلى نحو 122% خلال عام 2024 مقابل 82% في عام 2023، ليصبح متوسط معدل نمو عمليات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها باستخدام منافذ البيع نحو 7.5 شهرياً في العام الجاري، وذلك نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف. مصرف سوريا قال أن تلك الأرقام تدل على حيوية الاقتصاد ونشاطه، وأن ما يقوم به المصرف في الفترة الحالية هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة والانعكاس إيجابياً على الاقتصاد المحلي عموماً. وأما بخصوص حديث مصرف سوريا المركزي عن إدارة السيولة النقدية بما يتعلق بالمواسم الزراعية، فإن كافة مزارعين القمح يؤكدون على سوء إدارة المصرف المركزي، خاصة في دفع مستحقات ثمن القمح. الخبير الاقتصادي جورج خزام انتقد ما جاء في البيان، معتبراً أن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام لا يعد إدارة للسيولة النقدية. خزام قال إن إدارة السيولة النقدية تعني إدارة حركة الأموال في الأسواق عبر عمليات البيع والشراء التي تتزامن مع عملية إنتاجية تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد. كما اعتبر دفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص لا يجري احتسابها ضمن إدارة السيولة النقدية ولا دفع من الخزينة العاملة، مؤكداً أن دفع الرواتب في الأساس يتم احتسابه من المال الخاص للقطاع الخاص، ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد لمصرف سوريا المركزي بتحديده أو توجيهه. وأما بخصوص تغذية السيولة النقدية لمن يقابل القطع الأجنبي، قال خزام إن هذه التغذية تحدث خسارة في العملة تصل إلى 10% عن القيمة الحقيقية للسوق، وطالما أن هناك تقييد في حركة الأموال بالنسبة للسحب من المصارف، فمن غير ممكن أن يقول المركزي أنه يقول بتفعيل القنوات الشرعية للصرف، وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد نتيجة المواجهات العسكرية والأحداث منذ عام 2011.